بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إحنا هنستعرض مع بعض موضوع المحاسبة القضائية، وهنتكلم فيه على الأساليب التي تستخدمها المحاسبة القضائية في تدعيم الحكم الخاص بالقضاء عندما يكون هناك قضايا ومنازعات. أنا اسمي الدكتورة هدى حسين الشيخ، دي مادة موجودة في الان بي اي، الماجستير المهني للمحاسبة تخصص مراجعة. موضوعنا احنا هنتكلم على المحاسبة القضائية. المحاسبة القضائية دي كمفهوم هو نشأ من فترة تكاد تكون غير بعيدة. كان هدفها في بداية النشاط هي حاجة المجتمع أو البيئة لخدمات المحاسب القضائي، لأن الخدمات دي محتاجة مراجع يكون مش مراقب حسابات بس أو محاسب قانوني، لا، هي محتاجة مراجع يتمثل، يعني تتمثل في صفات عديدة من قدرة على المثابرة، المرونة، المجادلة، القدرة على التواصل مع الناس، القدرة على العمل ضمن فريق، رغبته في وقدرته طبعا على السفر لأي مكان للتحقق من أدلة الإثبات اللي موجودة في ملف القضية المرفوعة أمام القضاء، إذا كان فيها احتيال طبعا أو تزوير وغش. طبعا بيكون عند المحاسب ده مهارات متعددة، زي مهارات التحليل، مهارات المحاسبة الأساسية طبعا، واطلاعه على آخر مستجدات معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المصرية وما يطرأ عليها من تغيرات، والتغيرات دي موجودة في الفترة الأخيرة لما حصل تعديلات لبعض المعايير المحاسبة المصرية، بالإضافة إلى إضافة بعض معايير وحذف أو شطب معايير أخرى. طبعا محتاج ان المحاسب القضائي ده يكون عنده مهارات مراجعة، يعني اللي انتوا درستوه في طوال فترة الماجستير المهني تخصص مراجعة، لازم تكون المهارات دي او يعني اللي اتعلمتوها واضافت الى خبراتكم طبعا العملية في مراجع في مكاتبكم واشغالكم، هتستخدمها في المادة دي. كمان بيكون عند المحاسب القضائي مهارات لحل المشكلات، مهارات تحليل بيانات، لازم يكون عنده مهارات إحصائية، لازم يكون كمان دارس وفاهم إزاي يجري مقابلة شخصية مع شخص واستخلص المعلومات، باعتبارنا كده كأننا لمحاسبين قضائيين، كأننا زي وكيل النيابة لما بيتعامل مع المتهم حتى تثبت بقى طبعا براءته او العكس، وبيقعد يساله اسئله ويستخلص معلومات معينه منه بطريقه ليها علم طبعا واصول، والسؤال بيتكرر اكتر من مره للتاكد من نفس الاجابه اللي هيجاوبها الشخص اللي هو موضع القضيه او موضع الاتهام او موضع الشك. والجزئيه دي محتاجه مهارات شخصيه عاليه جدا جدا. فطبعا ممكن يكون في ناس كتير محاسبين قانونيين، ناس كتير اشتغلوا مراقبي حسابات، مراجعة في مكاتب خاصة، ايا كان، لكن المراجع اللي بيقوم بالفكرة ده والمهارات دي يكون متجمعة فيه، فهم بيعتبروا بمثابة خبير. والخبراء في الجزء بتاع المراجعة او الخبراء الماليين المرتبطين بالمواضيع دي وازاي بيبتوا رأيهم في تقرير يرفع للقاضي في المحكمة، وهنشوف دلوقتي تفاصيل الكلام ده، بيكونوا لهم صفات أكبر وأقوى وأعمق من المراجع العادي، لأنه بيبقى محتاج يكون فاهم كويس جدا جدا مهارات خاصة بالاتصالات، مهارات لإجراء المقابلات، مهارات لاستخلاص المعلومات، كمان بيبقى دارس علم نفس على اعلى مستوى، ولو يعني طبعا بدون شهادات هو محتاج الكلام ده لاثقال خبراته. كمان بيكون مطلع على اخر قوانين، يعني القوانين اللي موجوده فيه، وخاصه طبعا القانون التجاري وما يترتب عليه من تجريم
لان القضايا اللي يعني بيلجأ القضاء له فيها هي قضايا مالية بالدرجة الاولى، ملوش علاقة بالقضايا الجنائية طبعا. وكمان لازم يكون عنده خبرات في استخدام الحاسب الآلي، ازاي يستخدم الحاسب في اجراء عمليات المراجعة، ازاي يقدر يحلل بيانات الكترونية. يعني تقريبا كده هو سوبرمان، عنده كل المهارات زائد كاركتر شخصيته القوية المرنة الذكية المتجمع فيها كل شيء. عشان كده هو بيكون نادر جدا، وتواجده في البيئة المصرية هم بيتعدوا على الصوابع مش كتير. وزاد الاحتياج ليهم الفترة الأخيرة نتيجة زيادة قضايا الفساد اللي موجودة. واحنا عندنا طبعا ان هيئة مكافحة الفساد او المهارات اللي بتستخدم للمراجعين في هذه الهيئة بتحتاج يكون كل واحد منهم خبير. فالفكر بتاع العلم بتاعنا بتاع المحاسبة القضائية احيانا بيسمى المحاسبة الجنائية طبعا، واحيانا بيقولوا عليه المحاسبة التحقيقية و لكن العلم ده الاشخاص اللي بيمارسوه او يكونوا ممتهنين هذه المهنة هم اشخاص نادرين جدا في شخصيتهم ونادرين جدا في صفاته. اتكلمت مراجع كتير وكلمات يعني عن مفهوم المحاسبة القضائية، وكان بيستخدم هذا المفهوم في المحاكم القضائية او المناظرة يعني. وطبعا كلمة قضائية او مناظرة دي يعني حاجة متصلة بالمحاكم او بالشؤون القانونية. مهنة المحاسبة بقى، مصطلح المحاسبة القضائية ده يعبر عن حقائق مالية في المسائل القضائية. يعني زي ما قلت لحضراتكم ان احنا عندنا خبير احنا بنحتاج له، ده بنقول له تعالى يا خبير، بنقول عليه ساعات محاسب قضائي، نقول له تعالى ابدي رأيك في المستند، في المستندات اللي موجودة في ملف هذه القضية. والمستند والمستندات دي طبعا بيكون أدلة إثبات عند المراجع، وهي يا إما يقر بصدق هذه المستندات وإثبات تورط الأشخاص موضع القضية، وبيحدد كمان درجات التورط دي بناء على درجة المسؤولية عن الخطأ أو الاحتيال أو الغش اللي موجود واقع جوه القضية أو جوه هذا الملف. طبعا قلت لحضراتكم إن المحاسبة القضائية دي ليها عدة مسميات، بنقول عليها محاسبة تحقيقية، أحيانا بنقول عليها مراجعة الاحتيال، في ناس بتقول عليها المحاسبة الجنائية. طبعا الاسم المصطلح الأكثر شهرة هو مصطلح المحاسبة القضائية أو المحاسب القضائي. طبعا في تعريفات بتقول إن المحاسبة القضائية دي طريقة للتحقيق في العمليات المالية ومشاكل الأعمال لكي يتم التوصل إلى الحقيقة. طبعا إعداد رأي الخبير بخصوص نشاط الاحتيال المحتمل. طبعا بنقسم الخبرة في مجال المحاسبة القضائية لقسمين. القسم الأول ده قسم بيمثل الدعم القضائي وبيتضمن تقييم الأعمال وتحليل الإيرادات وشهادة الخبير وتقدير قيمة الأرباح المستقبلية. وزي ما انتم شايفين الموضوع كله ايه، تجميع وتحليل وتقدير. القسم الثاني هو المحاسبة التحقيقية أو محاسبة الاحتيال، ودي بقى بيكون فيها المحاسب القضائي أو المراجع بجمع الأدلة عن التصرف الإجرامي وإثبات الضرر أو نفيه. يعني خلاص احنا اتأكدنا ان في مشكلة او في جرم او في احتيال او في غش او في اختلاس او تزوير او فساد. او فالمرحلة دي بيجمع المراجع أدلة إثبات جديدة تدعم المستندات اللي موجودة في القسم، يعني في المرحلة الأولى، وتأكد هل الأشخاص دول فعلا يعني هم موضع الجرم، هم المسؤولين، ونسبة مسؤولية كل شخص منهم لو كانوا أكتر من واحد، مين الشخص القائد فيهم والمتسبب واللي بيدير هذه القضية أو عملية التلاعب والفساد. طبعا المهنة بتاعت المحاسبة القضائية ممكن الناس تفتكرها مهنة جديدة، لا هي مش مهنة جديدة، هي احنا احتاجناها أكتر وأكتر. كل ما بتصدر قوانين، كل ما حصل الأزمات المالية اللي حصلت في الفترة القديمة دي ونتج عنها إصدار معايير مراجعة و زادت الحاجة برضو لنتيجة تفشي الفساد على مستوى الدول العالم. فقال لك لازم نوظف بقى المحاسبين القضائيين دول من قبل مجالس إدارة الشركات عشان يساعدوا
ويدوا ارشادات بقى استباقية ازاي ان الشركة فعلا بتطبق حوكمة الشركات وعندها شفافية في التقارير المالية، وده هيؤدي الى الحد من الاحتيال والغش. طبعا انا في طبعا تعريفات كتير للمحاسبة القضائية، في مهارات بيملكها المحاسب القانوني، بيجمع ويحلل ويقيم ويفسر وبيكتب الاخر نتائج، بيوصلها الى المحكمة او الى مجلس الادارة او اي جهة قضائية تنفيذية اخرى في صورة تقرير. وهذا التقرير يؤدي الى اكتشاف الاحتيال، يعني اذا حصل واحنا جمعنا كل الادلة والاثباتات وتم تأكيد مسؤولية الاشخاص على هذا الجرم المالي، طبعا هو قضية الفساد المالية دي، المحاسب بيطبق مهاراته المالية والتحقيقية وخبراته في علم النفس وعلم الاتصالات وما قام به من مقابلات شخصية وخلافه، وإضافة إلى خبراته طبعا المالية وفهمه لكيفية حدوث هذه القضايا أو الاختلاسات أو الاحتيالات أو الغش أو فبيوظف كل ده ويعبر عنه برأي يبلغ بيه القاضي او يبلغ بيه مجلس الاداره في الشركه. طبعا الكلام اللي بتكلمه ده المهارات المحاسبه الماليه، مهارات نظم الرقابه الداخليه، القانون، اي مهارات الاتصال، طبعا المهارات الاحصائيه والتكنولوجيه والمهارات الشخصيه النفسيه كلها اساسيه في قيام المحاسب القضائي او الجنائي بهذه المهنه الصعبه جدا. في علماء اجانب عرفوها طبعا بعلم بان المحاسبه دي، المحاسبه القضائيه دي او المراجع القضائي ده، يعني هي بنقول عليه محاسب قضائي او محاسب له مهارات في المراجعه والتحقيق المالي. يعني في بنقول انها عباره عن معرفه ماليه ومحاسبيه وضريبيه طبعا، ومراجعه في التحليل والتحقيق والاستفسار واختبار وفحص المسائل المتعلقة بالقانون المدني والقانون الجنائي اللي مرتبط بأي خطأ أو إذا ترتب عليها مدة جنائية، يعني في عند التقدير، يعني عند عمل تقرير وإدانة الأشخاص المسؤولين عن عملية الاحتيال والنصب والفساد والكلام ده. طبعا كل ده بيوظفه للوصول إلى رأي الخبير. أنا أقدر بقى ألخص معاكم من التعريفات السابقة ومن العرض السابق اللي أنا مهدت لكم بيه، إن تعريف المحاسب القضائي هو المحاسب الذي يستخدم خصائصه وسماته السلوكية ومهاراته المهنية والعلمية في المحاسبة والمراجعة والقانون والحاسب وعلم الإجرام وعلم النفس في الدعم القضائي أو التحقيق المحاسبي بنفسه أو ضمن فريق عمل، يعني عدة خبراء مع بعض. أما المحاسبة القضائية هي بقى العلم الذي يختص باستخدام مهارات المحاسبة والمراجعة والتحليل والاتصال الشفهي والكتابي والمعرفة بالقانون المدني والجنائي وتقنية الحاسب وأدوات البرمجة والتحليل والاكتشاف، وكذلك جمع الأدلة وتفسير أي معلومات مالية ومحاسبية لغرض الدعم القضائي أو التقييم والتحقيق المحاسبي. ومن التعريف الملخص ده او التعريف اللي بعتبره هو خلاصة التعريفات السابقة، نقدر نقسم المحاسبة القضائية بصفة اساسية الى قسمين. القسم الاول بنقول عليه المحاسبة التحقيقية، وهذا القسم بيختص بمراجعة الوضع الحالي وتقديم مقترحات بخصوص طرق العمل المحتملة والتنسيق والتعاون مع الخبراء الاخرين، بما فيهم طبعا محققين خاصين، فاحصي مستندات قضائيين، مهندسين، استشاريين، اي دعم فني، وبتقديم المساعدة بسبل حماية الأصول واستردادها بالطرق المدنية أو رفع دعوى جنائية إذا كان ترتب على ذلك فقد أصول لأصول الشركة نتيجة الواقعة الفساد أو واقعة الجرم دي، فبرضه بيشوف إيه الطرق اللي احنا نقدر نسترد بيها أصولنا كشركة. القسم الثاني من المحاسبة القضائية بنقول عليه الدعم القضائي. طبعا الدعم القضائي من اسمه مرتبط بالإيه؟ بالقاضي أو بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم. هنا بيختص الدعم بقى القضائي بالمهام الآتية: المساعدة في الحصول على الوثائق الضرورية لدعم القضية أو يعني نوافق عليها أنها فعلا في جرم أو فساد أو وقعة احتيال مالي أو لا.
كمان بيراجع الوثائق، مراجعة الوثائق ذات العلاقة بالقضية لغرض التقييم المبدئي للقضية وتحديد مواطن القوة والضعف فيها. أيضا تقديم المساعدة في استجواب الشهود لغرض الاكتشاف، بما في ذلك صياغة الأسئلة اللي بنسألها طبعا بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها، إنه عنده يكون مهارات في اتصالات وعلم النفس وإزاي يعمل مقابلة شخصية واو، علشان الأسئلة دي هنسألها بخصوص الدليل المادي اللي هيعتبر كدليل إثبات لإثبات الجرم في هذه القضية المالية. طبعا بيحضر حضور استجواب الشهود لغرض الاكتشاف ومراجعة الشهادة والمساعدة في فهم القضايا المالية وصياغة أسئلة إضافية كمان إن لزم الأمر ويتم طرحها عليه. أيضا مراجعة تقرير الخبير المعارض المتعلق بالأضرار وإعداد تقرير بنقاط القوة والضعف فيه، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في المفاوضات ومناقشات التسوية. أيضا تقديم المساعدة للحضور في المحكمة عند الاستماع لشهادة الخبير المعارض. خبير المعارض ده يعني ممكن يكون الجهة الشركة الأخرى اللي عليها أو الأشخاص اللي عليهم الجرم أو اللي قاموا بعملية الاختلاس أو التلاعب أو الاحتيال أو النصب أو هي استعانت أيضا بخبير، هي استعانت أيضا بمحاسب قضائي يدافع عن وضعها او عن موقفها في هذه القضيه. فيبقى الموضوع كمان احنا كمان زي فكره ايه، محامي قدامه محامي تاني، كل واحد بيوضح اساسيات التعامل في هذه النقطه. طبعا كل خبير بيتكلم من وجهه نظر الشركه او الجهه اللي بيدافع عنها او مش بيدافع، اللي بيثبت الوقائع فيها. طبعا من خلال الكلام ده يتم تقديم المساعده برضو عند مناقشة الشهود أو استجوابهم من الخبير المعارض. بعد ما استعرضنا بقى مفهوم المحاسبة القضائية نقدر نتكلم عن أهمية المحاسبة القضائية. طبعا زاد أهمية الاهتمام بيها بعد حدوث الانهيارات الاقتصادية العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بسبب عمليات الاحتيال. احتيال يعني غش، يعني تزوير، يعني فساد، مما أدى طبعا بكلام عن الاحتيال المالي أو الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة الدعوى القضائية ذات الصبغة المالية أمام المحاكم. في الوقت الحاضر لم تعد خدمات المحاسبة القضائية مقتصرة على الجهات القضائية، بل أصبحت كمان تطلبها عديد من الجهات مثل البنوك والشرطة وشركات التأمين، طبعا دي عندها مشاكل كتير، والمنظمات الحكومية وغيرها. ونتائج الدراسات السابقة الموجودة في المجتمع العلمي بتشير إلى تزايد الطلب على خدمات المحاسبة القضائية في السنوات القادمة. أيضا ده تكهن وده شيء وارد نتيجة أن الجهة معظم الدول دلوقتي اهتماماتها مكافحة الفساد سواء مالي أو إداري، وطبعا بينتج عن ده أن هم هيتعرضوا لموضوع قضايا الاحتيال وما يحتاجوا خدمات للمحاسب القضائي بهذا الشأن. طبعا نقدر نقول أن المحاسبة القضائية برضو أهميتها بتظهر أكتر أو بتبان نتيجة إنها إحدى المجالات الهامة التي تحمل فرص عديدة لتلبية احتياجات المستقبل، تحديد خصائص ومهارات مطلوبة في المحاسب القضائي. أيضا تمثل تكاملا بين المحاسبة والقانون للعمل معا على تقديم تحقيقات أكثر عمقا وأكثر ارتباطا بالدعوى القضائية، مما يجعل المحاسب القضائي مستشارا قضائيا على مستوى رفيع. كذلك بتبحث في الماضي وتذهب إلى ما وراء الأرقام وتفتح أبواب للدراسة. كذلك تساعد على إعداد محاسب قضائي على مستوى عالي من الخبرة والتأهيل، يقوم بتقديم تقرير عن المهمة المكلف بها مدعمة بالأدلة القانونية الكافية التي تساعد القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة. النقطة الأخيرة هي بتساهم في زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية وزيادة الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة واكتشاف الغش والاحتيال في القوائم المالية. إذن المحاسبة القضائية تستمد أهميتها من مجالات الخدمات التي تقوم بها، وطبعا هذه المجالات أو قيامها بدورها هو بيتضمن أيضا زيادة الثقة في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية المتاحة لنا من خلال كشف ومنع وردع الاحتيال والدعم القضائي ومكافحة غسيل الأموال. طبعا ماني لاندرينج دي حدوتة كبيرة وهي من أحد محاور اهتمام المحاسبة القضائية. زي ما قلنا قبل كده أشرنا أن البنوك بتستعين برضو بالخبراء الداخلين الخاصين بالبنوك والخبير المالي أو هو المحاسب القضائي.
كمان بتساعد في حوكمة الشركات، تقدير الخسائر والأضرار الاقتصادية، تقييم أنشطة أعمال طبعا بالإضافة إلى خدمات الحاسب، ومكافحة وكشف التهرب الضريبي، وحل نزاعات حملة الأسهم، المساعدة في حل نزاعات التأمين، المساعدة في حل نزاعات المواريث ونزاعات الملكية العائلية لما بيكون في شركة عائلية كبيرة وفي حالات احتيال بين وريث ووريث آخر، وده أدى إلى أضرار على الشركة. وطبعا بتقدم القضية وتعرض على المحاكم، وبيساعد في الفصل بين كل الكلام ده. وذلك بسبب إيه بقى؟ إنه عنده خصائص ومهارات وخبرة يتميز بها ويمتلكها المحاسب القضائي دون باقي خبراء المتاحين في هذه العملية أو في هذه النقطة يعني. طيب إيه أهدافنا يعني؟ إيه هدف المحاسب الموجود محاسبة قضائية يعني؟ عايزة إيه؟ والله المحاسبة القضائية دي وجودها من محوري جوهري أساسي، العمود الرئيسي للوضع الحالي لمكافحة الفساد. ايه بقى الهدف منها؟ اهم الاهداف: 1- جمع الادلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني مهني محايد للمساعدة في تأييد الدعاوي القضائية. 2- اعداد محاسبين قضائيين لديهم المعرفة والخبرة والمهارة بالمحاسبة والمراجعة ومهارة التحقيق في ضوء المعرفة القانونية ليكونوا محاسبين قضائيين مؤهلين للمساهمة في تأييد الدعاوى القضائية ومساعدة القضاء في إقرار الحق وتحقيق العدالة. الهدف الثالث الرئيسي: حماية المال العام من أعمال الغش والاحتيال وسوء الاستخدام والمساهمة في رفع كفاءة وفعالية وظيفة مهنة المراجعة الخارجية. الهدف الرابع: تقييم الأضرار الناتجة عن إهمال المراجع الخارجي. 5- اكتشاف الاختلاس، تحديد كميته، الإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأنه اللي هي مرتبطة بقرار القاضي. وطبعا بيكون ده وفقا لإيه؟ للترتيب نسب المسؤولية اللي بيحددها المحاسب القضائي في تقريره. احنا بنلجأ لتشخيص أو لتحديد نتيجة جمع الأدلة وخطوات كتير، إزاي نقول لهم 3 شركاء أو 3 يعني مسؤولين عن هذا الاحتيال او الجرم، نسبة مسؤولية كل شخص فيهم عن هذه العملية من احتيال وغش، لان النسبة دي هتكون هي اداة او مؤشر للقاضي لتوقيع العقوبة الجنائية او سنوات الحبس المرتبط او السجن. 6- جمع الادلة في الدعاوي القضائية. طبعا هو بيزود ادلة الوضع القديم او الوضع يعني اللي في الملف، هو فعلا محتال، هو فعلا مسؤول، وده بيساعد كتير في ان القاضي يقوم بحكم عادل. 7- حساب قيمة الاصول في نزاعات قضايا الطلاق. طبعا الحتة دي موجودة اكتر في الدول الاوروبية وامريكا، لان عندهم هم نظام في موضوع قضايا الطلاق، وان الزوج والزوجة لما بينفصلوا الزوجة بتاخد نص ميراث او نص ثروة او ممتلكات الزوج، وبيحصل نزاعات كتير في المحاكم بسبب تقييم هذه الاصول، فبيلجأوا بره بقى في الدول. احنا في مصر ما عندناش النوع ده من النزاعات بالصورة اللي موجودة بيها بره. في النهاية اقدر الخص لكم ان من الاهداف الاساسية للمحاسبة القضائية، بعد ما استعرضنا كل التفاصيل، انا بحاول اجيب لكم خلاصة الافكار وخلاصة ما تم كتابته في موضوع المحاسبة القضائية، ان الاهداف الهدف الاساسي يعني او الاكثر بروزا يعني زيادة الثقة في القوائم المالية والمعلومات المحاسبية ومهنة المحاسبة والمراجعة لدى جمهور مستخدم القوائم المالية. يعني احنا بنعمل ايه؟ بنقلل فجوة التوقعات ما بين مستخدمي القوائم المالية واصحاب الشركات دي. كمان بتؤدي يعني اهداف تحقيقها بتكشف وتمنع وتردع الاحتيال. يعني لما بتكون مظبط يعني مشرف على نظام للرقابة الداخلية موجود في شركة ما، يعني بصفتنا مستشارين للشركة دي او خبراء، احنا بندعم نظام الرقابة الداخلية، بنقيمه كل فترة متقاربة، بنحدث دليل او كتيب اجراءات وارشادات الرقابة الداخلية الموجودة. طبعا كل ده بيؤدي الى تقليل ومنع
بصفة منع يعني جزئي حتى للاحتيال والغش ده، فده من أحد أدوارهم برضو التدعيمية، مش بس دوره بيقتصر في المحكمة فقط، بالإضافة طبعا إلى تقديم شهادته بقى وتقريره الخبير ده في المحكمة، ومساعدة القضاء في القضايا ذات الصبغة الاقتصادية، والمساعدة أيضا في تتبع الأصول المختلسة المختلسة، زي فكرة برضو الماني لاندرينج دي اللي هي غسيل الأموال، وبنقدر نتبع في الدول المتعددة وبنظام معين. دي موضوع طبعا كبير لحد ما نوصل للمسؤول، أو إن بصفة رئيسية يعني لحد طبعا صعب بنوصل لكل الخيوط، تاخد فترة كبيرة جدا جدا، لكن هو من أحد إيه الأدوات المساعدة في الوحدة الخاصة بغسيل الأموال في البنوك المركزية في الدول. طبعا برضو من أهداف المحاسبة دي فض النزاعات ذات الصبغة المالية من الموجودة في المحاكم من خلال التحكيم، هم أو بيبقوا حكم بين نزاعين، فوفقا للقواعد والأدلة والحاجات اللي متاحة هم بيحد يعني بيميلوا إلى طرف على طرف، ودي بمستندات وأدلة. كمان بتقدم خدمات استشارية في النزاعات المالية والاقتصادية لأطراف النزاع، والمساعدة في فض نزاعات الضرائب، وكمان المساعدة في فض نزاعات التأمين وتقييم نشاطات الأعمال الاقتصادية. النقطة اللي بعد كده عندنا الخبرة القضائية. طبعا تعتبر الخبرة القضائية هي أحد وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي للفصل في مسألة، أي مسألة يعني ذات طابع فني خاص ليس للقاضي دراية بها، لكونها مسألة نقدية كالمحاسبة والهندسة والطب وما غير ذلك من الاختصاصات غير قانونية. لم يتم تعريف الخبرة القضائية في القانون المنظم للخبرة القضائية في ليبيا أو في مصر أو في أي دولة عربية أو في لائحة تنفيذية، إلا إن في عندنا أدبيات كتير من التعريفات للخبرة القضائية، يمكن تعريفها بأنها استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن استنباط بعض الجوانب الوقائع المادية اللي ما بيقدرش القاضي يدركها بنفسه من مجرد النظر إلى الأوراق، طبعا لأن المحاسب أو المراجع هو له خبرة في النواحي المالية طبعا والمحاسبية أكتر، وهو بيستند لمعلومته الشخصية وبيقدم الأوراق للقاضي. القاضي بالإضافة طبعا إلى تقرير ملخص، القاضي من هذا التقرير الملخص يقدر يبدي رأيه في موضوع النزاع. طبعا يعتبر المحاسب القضائي أيضا خبير من الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم ضمن الخبرة القضائية دي في فض النزاعات المرفوعة أمامها ضمن مجالات خبرتهم، ونقدر نسميهم بمسميات مختلفة طبعا بأداء هذه خدمة مساعدة القضاء في التحقيقات في الجرائم التجارية ذات الطبيعة المالية. ممكن نقول عليها ممتحن الاحتيال، مراجع الاحتيال، المراجع القضائي، محاسب الاحتيال، محقق جرائم مالية، ومحاسب جنائي، والعديد من المترادفات. لكن احنا اتكلمنا عن هو ايه المحاسب القضائي، هو المحاسب القضائي ايه خبراته وبيعمل ايه. طبعا عشان اقدر اطلق عليه انه خبير محاسبي، بقدر نسميه برضو كلمة مالي قضائي معين، بتتاخد رسمي، وبيبقى هو اسمه ايه، يا اما المحاسب القضائي المعتمد اف اي، او محقق قضائي معتمد سي اف اي، او يعني في سي اف اف، في عديد من المترادفات يعني. طبعا الشروط الواجب توفرها في تقرير الخبرة، التقرير اللي بيقدمه الخبير للمحكمة لازم يبقى فيه شروط. اول شرط القيمة الفنية، يعني الخبير بتاع اللي هو المحاسب القضائي يعني بيقوم بيبدي رأيه بطريقة علمية، ولازم يكون رأيه أو الكلام اللي كاتب بيه التقرير يكون مبني على أسس علمية. لازم يفحص المستندات كلها والأوراق المتقدمة من المتنازعين وطلباتهم ودراساتهم ويطبقها في موضوع القضية أو النزاع. يبقى عندنا قيمة فنية، لازم يكون عنده رأيه مستند إلى خبرات عملية خاصة بشخصية المحاسب القضائي. الدقة طبعا يجب أن يتضمن التقرير، تاريخ التقرير ده، توقيعه، توقيع الخبير اللي قام بيه، وملخص للموضوع المطلوب، وإجراءات الكشف اللي قام بيها والفحص والتحاليل الفنية اللي قام بيها الخبير، ورأيه والنتائج اللي توصل إليها بشكل دقيق. ولازم يبعد عن التسطح والتضارب والشخصنة طبعا والغموض، لازم يكون كلامه واضح ودقيق في حسم القضية أو المسؤولية عن الشخص المسؤول عن الاحتيال في هذه القضية،
ونسبة مسؤوليته إذا كان هناك أكثر من شخص. أيضا الموضوعية، فيجب أن يعد الخبير تقريره بكل حيادية واستقلالية عن أي طرف من الأطراف. يعني الموضوعية يكون هو بيبحث بضميره الصافي ومعاه الوسائل والأدوات العلمية، وما فيش شخصنة لا قبلية ولا عائلية ولا اتجاهات مختلفة يعني. طبعا برضو من ضمن الشروط احنا بنطبق التقرير للقواعد الفنية المتعارف عليها. ايه القواعد دي؟ عبارة عن ايه؟ بنكتب في البداية، يعني المفروض بيكتب في اول التقرير شروط التعيين في الخبير ده والمهمة اللي تم انتدابه من اجلها، وهو بيكتب التقرير في النهاية وبيقدم خلاصة ابحاثه وارائه ورأيه في المهمة اللي كلها. تقرير الخبير طبعا التقرير ده بيضمن نتيجة أعماله، يعني بتضمن نتيجة أعماله ورأيه والمستندات اللي استند عليها في تبرير رأيه، أدلة إثباته، إذا كان هو أكتر من خبير واشتركوا في العملية العقدية دي أو في العملية دي بيصدروا تقرير موحد طبعا، وكل واحد منهم بيقول أسباب النقاط الرئيسية الموجودة في التقرير الملخص، وإذا استعان الخبير برأي خبير آخر من مكتب يعني من مكان آخر، يعني عندنا وزارة العدل فيها بعض الخبراء طبعا، إذا احتاج خبير مثلا في اختصاص مختلف عن اختصاصه فلازم يكتبه في التقرير، يعني لو احتاج رأيه في خبرة خبير زراعي مثلا، الخبير الزراعي ده مثلا زي الخبراء الموجودين في وزارة العدل، هو بيشوف رأيه من ناحية يعني الفنية اللي تخصه، يعني دي مش محاسبة خالص ولا مراجعة ولا مالية، وبناء على هذا الرأي الاختصاصي من خبير زراعي مثلا فبيكتب تقريره، ويتضمن برضو اسم ورأي هذا الخبير الزراعي والتوثيق طبعا. شكل التقرير ازاي بقى؟ عندك القسم الاول منه بيكتب اسمه ولقبه وعنوانه واسماء الخصوم في الدعوة ووكلائهم المحامين، وبيرفق فيه طبعا رقم قرار تعيين الخبير المهمة بتاعته، وفي ملخص للوقائع المادية اللي استدعت اللجوء إلى هذه المكتب ده أو المحاسب القضائي ده للخبرة بتاعته الفنية. القسم الثاني بقى من التقرير بيتضمن أقوال الخصوم. كلمة الخصوم دول هم الناس موضع الإيه؟ موضع القضية، اللي قاموا بالاحتيال، اللي قاموا بعملية الغش، اللي وقع عليهم إثبات وقعت القيام بفساد. طبعا بيبقى مكتوب الاقوال والمذكرات بقى التحقيقيه دي اللي قام بيها المحاسب القضائي، وطبعا بالاضافه الى ان في كلام ده موجود اصلا عند وكلاء النيابه وده في الملف، لكن احنا بنتكلم على ما يخصنا كمحاسب قضائي. وبيكتب فيها برضو في القسم الثاني من التقرير الاعمال اللي قام بيها الخبير شخصيا لفحص الدفاتر والاطلاع على السجلات والاختبارات والتحليلات، افادات الشهود، كل ما يعني الخطوات اللي قام بيها. في الاخر الجزء الاخير ده بيتضمن مناقشة العناصر اللي حصل عليها بموضوعية وعرض مختلف الاحتمالات بصيغة واضحة وصريحة ومبسطة بعيدة عن البلاغة اللغوية يعني. طبعا الخبير بيرفق في هذا التقرير معاه طبعا مرفقات فيها محاضر اجتماعات مع المتخاصمين اللي هم موضع القضية، ملاحظاته والطلبات الخطية منه ومنهم، اطراف النزاع وما تم بينهم، اي استشارات فنية لجأ اليها، كل المستندات اللي بتوضح عمل الخبير وساعدته في اعطاء رأيه الفني بتسميها مرفقات للتقرير، وبيرفقها بالتقرير اللي هو بيبقى في ملف يعني. وان الرأي لازم يكون بيه مبرر، يعني هو لازم يرفق رأيه الشخصي ده هو عمل ايه او ادلته ايه وخطواته ايه عشان يوصل لهذا الرأي، وده التقرير اللي بيتقدم للقاضي في المحكمة او لرئيس مجلس الادارة اذا كان هو معين او مفوض او مستخدم يعني من قبل احد الشركات الكبيرة او رؤساء مجالس الادارة للبحث في هذه الامور اللي بيحدث فيها احتيال او غش. طب ايه الخطوات بقى اللي بننفذ بيها موضوع المحاسبة القضائية؟ اولا كل خطوة لازم تتطلب اجراءات مراجعة ومحاسبة خاصة بها. فطبعا في عديد بنقول على الكلام ده ارتباطات المحاسبة القضائية، قد تتطلب ذلك اتباع خطوات كالاتي. اول حاجة واحد، التنسيق لمقابلات العميل، لازم المحاسب القضائي بيقابل العميل لتحديد الارتباط بينه وبينه، هو عايز العميل ده بالنسبة لنا او المقصود بيه ان هو الجهة اللي طلب خبرته، يا اما محكمة يا اما شركة تأمين يا اما بنك يا اما شركة
سهم عادية أو شركة عائلية أيا كان، وبيكتب فيها طبعا الرسالة يعني الجواب، جواب طلب خدمته يعني. الخطوة اللي بعد كده التمسك بالاستقلالية، طبعا زي المراجع القانوني أو المحاسب القانوني بنتكلم عليه، بيكون مستقل عن تقديم عند تقديمه لخدمات المراجعة والخدمات الأخرى اللي بيقوم بالمصادقة عليها. برضو المحاسب القضائي له التزام بهذه الاستقلالية، فمصداقية المحاسب القضائي من السهل التشكيك فيها إذا كانت النتائج الارتباط تتعلق بدعوى قضائية، فلازم يكون الشخص ده بيور وبعيد عن عائلية أو شخصنة أو نسب أو أي حاجة تحت في القضاء. النقطة اللي بعد كده التخطيط، اللي هي التلاتة، التخطيط للارتباط اللي هو الاتفاق يعني. فاحنا بنخطط بنكتب خطة كده زي شبه برنامج المراجعة، بنحدد فيها تخطيط تفاصيل الأهداف الإجراءات بشكل يحدد مجال الارتباط. المجال الارتباط ده هو مجال الفحص أو مجال إيه القضية اللي أنا بشتغل عليها، إيه المطلوب مني والغرض من النتائج التي يمكن التوصل إليها. أنا وديتك رأيي في هذه القضية أو في هذه واقعة الاحتيال أو في واقعة الغش أو في واقعة النصب أو في واقعة الفساد، ما هو الغرض من ذلك؟ مجرد الحصول على رأي الاستيضاح زي ما خدمات استشارية كده لأي جهة، ولا الرأي بتاعي ده سيتم الأخذ بيه في محاكم والقاضي ده هيقوم بإصدار حكم جنائي على المسؤول عن هذا الفساد يعني. النقطة الرابعة بنجمع الأدلة وأداء التحليلات. وطبعا احنا قلنا قبل كده انه بيبقى عن ملم بالمراجعة والمحاسبة وتقنيات التحقيق، طبعا يعني كأنه محاسب ومراجع ووكيل نيابة وباحث علم نفس وشخص فاهم في الإحصاء، شخص فاهم في تقنيات الحاسب الآلي، شخص عنده مهارات وملكات خاصة، عنده نسب ذكاء عالية، صفات كتير جدا جدا. طبعا مثلا يعني المحاسب القضائي ده عشان يقوم بأداء تقنيات مراجعة على حساب معين مثلا، لازم يحصل على أدلة من الحسابات الأخرى كمستند. نظام القيد المزدوج في المحاسبة بيفرق معايا، احنا عندنا القيدين دبل انتري، والدبل انتري ده ديت وكريدت، والديت بيبقى حساب والكريدت حساب آخر، والاتنين بيبقى بينهم هذه العملية أو هذه الواقعة، وده كلام طبعا في أساسيات المحاسبة. يقدر عن طريقها الوصول للمسؤولية يعني. المحاسبين القضائيين دول بيقدروا يستخدموا تقنيات متعددة، اتفقنا انها استفسار، مسابقة، فحص مادي، مراقبة، تفتيش، تسوية، تتبع، شهادة، إعادة الأداء، إعادة التقييم، بيقوم بالأساس إجراءات تحليلية هي مشابهة بالإجراءات التحليلية اللي انتوا درستوها قبل كده في عملية الإجراءات التحليلية للمراجعة، وكان بيعبر عنها أحد معايير المراجعة الدولية يعني. ده برضو بيؤكد إن فكرة المحاسب القضائي يستخدم كل ما درسه من علوم خاصة بعلم المحاسبة، علم المراجعة، وما أضاف إلى نفسه من خبرات في علم النفس، الاتصالات، المقابلات الشخصية، مهارات القانونية، القوانين التجارية والمدنية، الاتصالات والعلاقات، يعني متعدد المواهب. طبعا في النهاية بتوصل بقى إعداد التقرير، والتقرير النهائي ده لازم بيكتب طبعا بأسلوب بيوضح فيه المهمة وطبيعتها وهو عمل إيه زي ما قلنا قبل كده وأدلته، وبيوصل فيها إلى نتائج وآراء اللي توصل إليها في الحكم على هذه القضية. يبقى إحنا هنا استعرضنا في الجزء ده مفهوم المحاسبة القضائية، أهميتها، السبب تواجدها، أسباب الاحتياج إليها في الفترة الحالية في الدول العربية وخاصة مصر نتيجة الاتجاه العام لمكافحة الفساد المالي والإداري، ما كلمنا عن تقسيمات المحاسبة القضائية، كلمنا عن مترادفات المصطلح بتاع المحاسب القضائي يعني ومتشابهاته ومترادفاته يعني، اتكلمنا على أهدافها، واتكلمنا على تقرير الخبير اللي هو المحاسب القضائي عند التعرض لقضية معينة، وفي النهاية شكلة هذا التقرير ورأيه اللي بيبقى موجود فيه. وطبعا ده مرتبط بإيه؟ بقضايا في المحاكم أو تقرير مقدم لأحد الشركات أو تقرير خاص بالمساعدة في مساعدة الماني لاندرينج
في البنوك المركزية، يعني لأنها طبعا من أحد العمليات اللي محتاجة مهارات خاصة جدا جدا. احنا هكتفي بهذا الجزء في الفترة دي، وهنتكلم بقى في الجزء التالي على تفاصيل أكتر وأساليب خاصة وإجراءات خاصة بالمحاسبة القضائية وكيفية ممارستها في الواقع العملي. مع الشكر.